can say. You need landed as a اشترى الشبكة الطوارئ اجيت وصف بالطائرة الحربية على مدينة كفر زيتها بريف حماه الطيران الحربي على مدينة كفر زيتها بريف حماه الشمالي والدخان تساقط. قصف بالطيران الحربي على مدينة كفر زيتها بريف حماه الشمالي والدخان تساقط. 25/10/2015. ولا يزال الطيران الحربي في الأجواء. الطيران الحربي الروسي في أجواء مدينة اللطامنة. الحرب الروسي في أجواء مدينة اللطامنة 25/10/2015 الطيران الحرب الروسي في أجواء مدينة اللطامنة بريف حماه المضادات الأرضية تحاول تصدي للطيران الحربي25/10/2015 احتراق دبابة على الاستراد الدوري من المتحلق الجنوبي من اطراف مدينة حرستا 25/10/2015 احتراق دبابة تابعة للنظام على الاستراد الدولي من اطراف مدينة حرستا حسبنا الله